وتناقش الجمعية العامة لاتحاد البرلماني الدولي على مدى 5 أيام قضايا محاربة التعصب، بالإضافة لتقارير مكتب اللجنة الدائمة الديمقراطية وحقوق الإنسان ولجنة شؤون الشرق الأوسط ولجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين. كما ستناقش الجمعية العامة تقارير مكتب اللجنة الدائمة للسلام والأمن الدولي، هذا وستكون قضايا السلام والأمن الدولي وموضوعات اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان على طاولة اجتماعات الجمعية العامة خلال الأيام المقبلة. كما سيناقش المجتمعون الدور البرلماني في مكافحة المعلومات المضللة والمحتوى الإلكتروني الداعي للكراهية والتمييز، بالإضافة إلى استكمال اجتماعات لجنة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني ولجنة حقوق الإنسان التابعة للبرلمان الدولي.